خير العلوم وفيضها، قد حل في هذا المكان. عين الحياة تدفقت علما ونورا للزمان. بذل السنين بدا هنا ليعيد أمجادا حساب. كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان. التخطيط والاحتمال، لأن هو في ناس يقول لك إذا لم يكن عندك دليل جازم لا يجوز تخطئ الثقة. احنا بنقول لا، العلماء كانوا يخطئون بالاحتمال. يقول لما يجد المتن منكرا ومش لاقي علة، الإسناد ممتاز والمتن منكر، فيقوم يقول يحتمل أن يكون فلان أدخل عليه هذا الحديث ولا يضعف لأنه ثقة. ما هو قال يحتمل، يعني لم يجزم أن فلان الفلاني عصبت الجناية به. نعم. لكن المتن منكر، لا يمكن هذا المتن المنكر أو الغريب يأتي بهذا الإسناد المغيب. إذن الصواب أن ننكر الحديث. تمام، أن ننكر الحديث، بس مش عارف أجيب له علة. فيقوم يقولي يحتمل أن يكون فلان أخطأ عندما دخل على العلان. خلاص؟ نعم. كلمة يحتمل دي ما هي دي ما صيغة تمريض. ما هي صيغة، صح، صيغة تمريض، لكن احتمال العالم المتبحر إذا أبدأ احتمالا نعم لابد أن تتعلق به، لابد أن تتعلق به. ما تجيش تقولي لابد أن تأتي بدليل قاطع أن فلان كذا. في بعض الأحاديث ما أقدرش أجيب دليل قاطع فيه، لكن أقول بخبرتي أنه يحتمل أن يكون فلان وهم فيه لأن له أوهام أخرى أنا وقعت عليها، فقد يكون هذا من جملة الأوهام. نعم. فما تجيش تقولي لابد من دليل قاطع، أنا جامع كل الأحاديث زي مثلا محاولة دفع الغرض بالاحتمال. خلاص. نعم. يقولك لا، هذا لأنه من بلد هذا وبلدي الرجل أعلم به فأعتقد أنه حفظ، مع أنه متكلم في حفظه. نعم. يقول لك أعتقد أنه حفظ لأنه من بلد واحدة، تأخذ بالك؟ نعم. دي اسمها القرائن، القرائن التي يعرف بها إليها فضل إنسان على آخر. جميل. القرائن مش القواعد. فالحياة الأوراق دي كلها أنا تاريخ. يعني تاريخ بالضبط كده زي ما انت شايفه. شوف، قد يقع لسيء الحفظ دخول حديث في حديث، ويقع للثقة أيضا عنده حديث أسانيد متشابهة وأحاديث قريبة من بعضها في المعنى، فمن عدم ضبطه دخل حديث في حديث، يودي الإسناد ده للمتن ده والإسناد ده للمتن ده. تمام. وعندي أمثلة مثلا هو حافظ. نعم. ترجيح الأحفظ على من دونه. خلاص. وهذه كلها الأرقام، دي كلها أرقام عبارة عن أمثلة. تمام. من غرائب التدليس حاجة مثلا لا يفطن إليها إلا الأساطين الكبار، برضو ده قد يضر الراوي، تدليسه قد يكون خفيا جدا، وهكذا. يعني عايز أقول اختلاف أبي حاتم وأبي زرع في الترجيح. نعم. ده يقول صحيح وده يقول لا منكر، عشان ما فيش حد يقول لي لازم العلماء يتفقوا على حاجة، ما في مجال. بتبقى وجهة نظر وهكذا. دي كلها أوراق زي ما انت شايف كده. حديث موضوع وليس فيه كذاب، ده كان برضع السيوطي. نعم. برضع السيوطي فيه حديث فلان وفلان لا يجيء، فلان عن فلان لا يجيء، يعني مش راكب على بعضه. ازاي فلان يروي عن ترتان؟ ما تجيش، ما رووش عن بعض. نعم. تمام. اكابر عن الاصاغر احيانا الى اخر. فكل دي عباره عن اوراق. انا الحقيقه يعني كل ما اقرا في علم ابي حاتم اضع يعني ايه يعني حواشي على هذا وارجع اليها، لان علم ابن ابي حاتم دي انا قراتها مثلا في حياتي كلها اكثر من 100 مره، قد تزيد عن 100 مره. كل ما دي احد كتب الرياضه بالنسبه لي اللي. نعم. انا بستمتع بمجرد ان اقراها. تقراها؟ نعم. اقراها فقط زي القصه كده، اقرا وكل مره اكتشف فائده جديده لم افطن اليها في المره التي قبلها. نعم. وزي كل الارقام والكلام ده جت بسبب مع كثره الزمان يعني. طيب انا ساسالك سؤال شيخنا لو تكرمت. الان هذه الكتب
لأن أخذت الكتاب ورجعته مكانه. حضرتك في بعض الأحيان لا تعيد الكتاب إلى مكانه، أو إذا أخذ شخصا كتاب ولم يعده. ما هو الحل في مثل هذا الأمر؟ لا أنا حافظ الكتب بتوه. حافظ لا ما توش عندي، حافظ مكتبتي. نعم. وحتى مثلا لما يكون الأولاد معايا في من الطرائف يعني اللي هم بيتندروا بيها وضحكوا عليها، أبكون قاعد على المكتب. نعم. وعايز جزء من ثقات ابن حبان ورا، تمام؟ هم مش عارفين أنا حط ثقات فين، أقول له امشي 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 اقف. أيوة. يقف قبال المجلد بالظبط. انت عدد الخطوات، عدد الخطوات يعني، حتى يقف، هو لازم يقف قبال المجلد. هنا في مثلا الغرفه دي او الغرفه دي، اقول له مثلا الكتب اللي في ظهر الجدار ده، تمام؟ في الرف اللي زي ده. نعم. الدولاب 8 ارفف، 1 2 3 4 5 6 7 8. نعم. 8 في كل دولاب 8 ارفف. اقول له تروح في ظهر هذا الجدار في الاوضه الثانيه بتاع الفقه يعني. نعم. في 1 2 3 4 5 في الرف الخامس في النص بالظبط هتلاقي كتاب كذا، هات لي المجلد رقم كذا. فمكتبتي انا احفظها بالكامل، لان مكتبتي يعني زي اولادي. نعم. يعني مش عايز اضرب المثل واقول الذين اوتوا الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. نعم. تمام. انا اعرف الكتب بتاعتي كل حتى، لكن الذي يعني يتعبني فعلا عندما آتي في معرض كتاب دولي كل سنة بشتري في حدود 15 كرتونة مثلا كتب جديدة، أي كتب. نعم. جديدة، فأضطر أرحل. يعني سنة البيهقي مثلا هنا. نعم. خلاص جت طبعة هاجر دي بتاعت سنة البيهقي. نعم. طب هدها فين طبعة جديدة؟ لازم تتحط جنب الكتاب، وبالتالي كان هنا في كتب لابد من ترحيلها، فورحلها مكان تاني. فأحيانا أغيب فترة أنا حطيت كتاب فين، يعني هذا الكتاب اللي انا متعود عليه حطيت الكتاب ده فين، ابتدي الف انا المكتبه اشوف انا حطيته فين، بس اذا عرفته خلاص حطيت فين خلاص ثبت في ذهني. جميل جدا. تخبرك احنا كنا وصلنا عند العلل، ما هو هنا وهنا العلل، وبرضه اللي فوق ده العلل برضه، ده علل احمد. نعم. مسائل احمد، ودي العشر مجلدات دي مسائل احمد واسحاق بن راهويه، واخد بالك؟ دي من اول فوق، دي علل عبد الله بن احمد وصالح من العالمين اخر شيء العالمين طبعا مش عارف اجيب وسنن ابي داود مع قصدي مسائل ابي داود لاحمد. نعم. ودي مسائل اسحاق بن راهويه وتاريخ ابي زرعه، وسائل ابي زرعه الدمشقي. نعم. كتاب تاريخ ابي زرعه الدمشقي، وهنا برضو مسائل احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه، من مسائل احمد ودي اسحاق بن راهويه، وفي مسائل اسحاق بن هاني بتاع لاحمد بن حنبل. نعم. ويحيى بن معين، وفي الكوسج ايضا احمد المنصور، ويعني دي بتبقى هذه طبعا كان الشيخ نكرانها مكتوبه بالاردو. بالاردو. بالاردو يعني فيها سنن ابي داود شريف وترجمه اردو. نعم. طيب ما الفائده من كتاب مثل هذا الشيخ؟ انا اشتريتها في الاصل وانا بحسبها مخطوطه، ظننتها مخطوطه وتباع، تمام؟ لان نعم. اول ما فتحته طبعا تكون في معرض الكتاب، بكل اسف يعني الشباب يطاردونني في المعرض، انا بقى 5 سنين ما بروحش المعرض، انما ترسل عيون تلاميذي يروحوا يلفوا في الدور، واللي فيه كتاب كذا وكتاب كذا، اشتري ده واشتري ده. ليه؟ بروح هناك بقى في معنا. الشارع. نعم. لا استطيع دخول معرض كتاب اطلاقا ولا ان انتقي بنفسي. نعم. وطبعا اللي بيبحثوا عن الكتب فيها كتب ما يعرفوش ان دي من بغيتي، لا سيما في الادب ومعاجم اللغه والكلام. هو يكلمك عن كتب الحديث فقط. الحديث فقط. نعم. هذه الكتب الثلاثه طبعا كلهم بالاردو. بالاردو. فانا لما فتحتها ظنتها مخطوطه، اغتبطت بها فاشتريت المخطوط. طبعا لها وزنها ولا قيمتها. طبعاً طبعاً بخلاف ذلك طبعاً. اعتقد ان احنا نتكلم عن المخطوط، ننتقل لمكان اخر او لرف اخر. شيخنا ناخذ شروح الصحيحين. طيب ناخذ شروح الصحيحين خلف دي، نشوف شروح الصحيحين. كتب تحاكي عزنا وتراث اسرار البيان، وتراث أسرار البيان. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. ها هو لقاء آخر وأمسية جديدة في ضيافة شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا. جزية الجنة، الله يبارك فيك. لا زال حديثنا مستمرا حول مكتبة الشيخ وجولات عامرة فيها ومؤلفات الشيخ وسني عمره الطويلة في الطاعة بإذن الله عز وجل التي قضاها يتنقل بين التأليف والتحقيق والتخريج
وصلنا إلى المرحلة الثانية التي ذكرها الشيخ، التي كانت من أزهى مراحل الطلب في حياة الشيخ. شيخ الحبيب، بعد أن تفضلت وذكرت أن المرحلة الثانية التي كانت هي أحد أفضل مراحل الطلب، والتي كانت فترة الخدمة العسكرية اللي كانت قرابة سنة وأربعة أشهر، وحكيت القصة كيف أن الله عز وجل من عليك بفترة كانت ميسورة في العمل العسكري، فكان هذا الأمر اقتضى تفرغ شبه كامل في وقت ما بعد الدوام بعد الظهيرة لطلب العلم وللبحث. ثم بعد ذلك ذكرت فضيلتك العمل في مكتبة حامد إبراهيم، وأن هذه كانت مرحلة صاحبة فضل عليك فيما يتعلق بأنك تفرغت وعرفت كيف كتابة الأبحاث والتلخيص والبحث من الكتب، وكان فيه كتاب عملت فيه وإحنا أشرنا أن بين أيدينا مجلد سنعيش معه وسنسلط الضوء عليه قليلا. لو ألقيت الضوء مرة أخرى على هذه المرحلة شيخنا وعملك في مكتبة حامد إبراهيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الفترة كانت فترة عامرة بالنسبة لي، وجاءت بعد قصتي مع مكتبة كلية أصول الدين جامعة الأزهر. فقيل لي في مرة من المرات لما كنت أسأل هل هناك مكتبة يمكن أن أبحث فيها، فأشاروا علي أن أذهب إلى كلية أصول الدين. فلما ذهبت إلى مكتبة هذه الكلية، فالمكتبة في مكان وقاعة المطالعة في مكان آخر ملحق بالمكتبة. فلما دخلت وقلت أنا باحث وأريد أن أنا أحقق يعني بعض الأحاديث، قال لي تفضل، قلت له طيب هات لي ميزان الاعتدال وهات لي كان في بعض السنن كنت عايزها وعايز كتاب الجرح والتعديل ما كملتش يعني. فقال هذه كتب دي مجلدات؟ قلت له أيوة. قال لا، المسموح بك كتاب واحد. قلت له ماشي، الميزان كتاب واحد. قال لا، مجلد. فقلت له طب دلوقتي انا عندي سند، يعني مسموح تنزل من عرف مجلد واحد؟ مجلد واحد. قال وانا كل ما تخلص مجلد اجيب لك الايه المجلد الاخر الذي تطلبه. فهمته، قلت له يعني لما يكون عندي سند، حدثنا مثلا وكيع يبقى عايز حرف الواو، قال حدثنا الاعمش سليمان يبقى عايز حرف السين، وهكذا سليمان. وكل حرف من هذه الحروف في مجلد. فقال هذا هو الايه، هذا هو المسموح. فقلت يعني أنت هتروح وتيجي كل شوية؟ أنا أول ما أنظر في ترجمة وكيع خلاص خدت هذه الترجمة، محتاج المجلد اللي بعديه. ويرجع الكتاب، ويرجع الكتاب ويجيبه يعني. المهم ولم يتحمل يعني. أنا ذكرت هذه القصة في مقدمة لؤلؤ الأصداف بترتيب المنتقى على الأطراف. المهم يعني ضجر مني وخرجت في هذا اليوم من المكتبة، لم أستطع أن أفعل شيئا. كانت أول وآخر مرة؟ لا، رحت مرة كمان. وفي هذه المرة يبدو أنه صعبت عليه يعني، أنه شكوت له حالي وأن أنا طالب علم فقير وآتي من عملي بس أختلس الساعات حتى يعني أحقق بعض الأحاديث وإلى آخره، وأنت مثل أخي الكبير يعني، كلام من هذا الكلام رق له يعني قلبي. وكان امبارح بقول له اللوائح المرة دي إيه، ما بتكلمش باللوائح وكذا، قدرت لكن مللت. فيعني لما دلوني على مكتبة الشيخ حامد رحمة الله عليه ودخلت، لم أصدق عيني أنني حر أخذ الكتاب الذي أريد وأجلس في الوقت الذي أريد وأنقل، ولا أحد يقول لي كفى ولا الكفى. بل أنا أذكر أن أنا مرة لما كنت بنقل للشيخ حامد كتاب مسلم الفردوس بتاع الديلمي، زهر الفردوس، نعم، اللي هو بتاع الحافظ بن حجر اللي انتقى من أحاديث المسند بتاع الديلمي، أحاديث أنا كتبتها بخط يدي وعندي بعض الكراسات التي كتبتها. نعم. بناء على طلب الشيخ حامد، لأنه كان بيحب يخدم رواد المكتبة، فإذا وجد هي مكتبة، عفوا هي مكتبة عامة، هي مكتبته الخاصة، مكتبته الخاصة، مكتبة خاصة، وأولاده كان شغالين في السعودية، هو كان وكيل وزارة الكهرباء سنة 49. نعم. وبعدين جاء إلى مصر وكان يعني محبا للكتاب، جاب شقة عمل فيها مكتبة كاملة وفتحها لكل من يريد الطلب.
مكتبة خاصة وعامة في وعامة في المعهد، نفس الوقت هي يعني. كتبه ولكن سمح لطلبة العلم أن يشتغلوا فيه. وكان بيحاول يوسع يعني، خد المنور مثلا كان كبيرا، وقفله وعمله برضه مكتبة، واخد مكتبة فيما بعد في الدور اللي فوق واشتراها، وكانت مكتبة طبية، وكان بيجي فيها في الموسوعات الطبية، الموسوعة البريطانية الطبية وغيره، مش للعلوم الشرعية فقط. طبعا دي جت بعد ما أنا مشيت يعني اللي فوق، نعم. لكن أنا أقصد إنه يعني أخذت حريتي. أذكر في نقلت كثيرا من كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي، وكان المكتبة فيه عدد كبير من الكتب. حوالي 4 غرف، نعم. كانت 4 غرف يعني. طبعا كان في غرفة للحديث، دي اللي أنا كنت لابد فيها للنهار، نعم. حتى أنه لما طلب مني تخريج سنن ابن ماجه وكده، فاعتذرت، قال لي خرجها ودعها لرواد المكتبة. وكان في ذلك الوقت يأتي طلبة، هم الآن أساتذة كبار، بعضهم من رؤساء الأقسام في كلية أصول الدين. ده كان أيام ما أنا كنت هناك لسه بحضر قسم الحديث. في الدكتوراه. بعضهم يعني، وكان هؤلاء بعضهم يأتي فيسألني. حتى سألني مرة أحدهم، قال أنا لا أستطيع الحكم على الحديث إسناده صحيح ولا حاجة، ممكن أقول رجاله ثقات وأخلص. لو بقول لي كده، طبعا في هناك فرق بين إسناده صحيح ورجاله ثقات. رجال الثقات يعني أخذ شرطين بس من شروط الحديث الصحيح، إنما الـ3 شروط الأخرى لم يحققها. يعني عندنا شروط الحديث الصحيح: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. فلما أقول رجال الإسناد ثقات، يبقى اتكلمت على عدالة الرواة وضبط الرواة بس، لكن لما أتكلم عن اتصال السند يعني. أنا لو قلت مثلا الزهري عن أبي بكر الصديق، طب الزهري لم يدرك أبو بكر الصديق في انقطاع، في انقطاع بس، ورجاء الزهري ثقة وثبت مثلا، فيبقى اتصال السند مش موجود، عدم الشذوذ وعدم العلة مش موجودين. فهناك فرق بين رجال الثقات وإسناده صحيح مثلا، أو رجال الموثقون. فكان مستواهم تعبان جدا يعني. أنا كنت بساعد بعضهم في تخريج الحديث، لما يكون مش لاقيه في السنن الدارمي بتاع الكلام ده، يقول لي هل ممكن تساعدني تجيب لي الحديث من السنن الدارمي أو غيره. المهم يعني استطعت أن ألقى مجموعة من الباحثين، ليس في يعني علم الحديث فقط، ولكن في أكثر من فن. ولكن في أكثر من فن يعني. كان في ناس بيبقوا جالسين في أوضة الفقه وأصول الفقه يعني، وناس جالسين في أوضة اللغة العربية. والشيخ حامد رحمة الله عليه كان رجلا خدوما على رجله، ويدخل الأوضة مش عايزين حاجة، في كتاب عايزه مش عارف تجيبه، ويدخل الأوضة الثانية نفس الكلام، ويستعينون به في الإتيان بالكتب وفي معرفة بعض مناهج الكتب. الحقيقة كان له فضل كبير علينا، وأنا أذكر من مآثره أنني بت في مكتبته ليلة، ولم يكن يسمح طبعا لأي مخلوق أن يبت في المكتبة. لا، أنا في مرة من المرات بت في مكتبته، لأنه كنت بنسخ كتاب زهر الفردوس الذي أشرت إليه بتاع الحافظ بن حجر الذي انتقى من المسند إلى الإمام. فاقتضى الأمر أن تسهر طويلا. سهرت، كنت جاي من الجيش، طالع من الجيش، وطبعا أنا بروح البيت أعمل إيه. فهو قال لي خذ هذا اكتب. قلت والله أنا فاضي، هل ممكن أبيت في المكتبة وأنا لابس الأفرول بتاع الجيش طبيعي يعني، وفي العباسية ومدينة نصر أقرب إلي بدل عين شمس، أركب القطار وبتاع. فقلت، فقال لي ماشي، إذا كنت هتقعد تسهر وتكتب ماشي. هذه الليلة الوحيدة طبعا بيته في مكتبته، وقد اعتقدت أنها يعني ثقة غالية، لأن لو أي واحد غير مؤتمن ولا حاجة ممكن ما يسمح له يأخذ كتب ولا حاجة ويمشي يعني. فهي المكتبة دي الحقيقة كان لها فضل كبير جدا علي. والسنة بتاع الجيش كلها كنت أخرج من الجيش أذهب إلى المكتبة، وأظل إلى أذان العشاء فيها، أنقل يعني من العصر العلماء. تقريبا إلى العشاء. لا، ده من العصر إيه، أنا كنت بطلع بالتصريح أدي التحية وأروح يعني، ما كانش بتاع الساعة 10 يعني، بالضبط كده في حدود 10 كده. وطبعا كان معانا الجماعة، مش أحسن حد يطالبنا باقي المدة ولا شيء الحين. فالحقيقة يعني كانت من الساعة 10 مثلا أو 11 كنت أصل الظهر، كان تحت المكتبة مسجد المصطفى برضه، نعم. صلى الله عليه وسلم، هو كان مسمي المكتبة والمسجد باسم واحد يعني، نعم. والعشاء أروح، وبعدين هكذا دواليك لمدة سنة و4 أشهر وأنا في هذه المكتبة. يعني فترة الجيش بالكامل كانت بالكامل في كان في المكتبة يعني. وبعد كان الجيش ما كملت لا ما كملش، لأن طبعا لما ذهبت البقالة أشتغل فيها، كنت أشتغل 14 ساعة في اليوم يعني، فكان الوقت لا يسمح. لا يسمح طبعا، لا. نعم. طيب،
ومسألة الفهارس اللي أنت كنت فيها في هذه الفترة، يعني في موسوعة الأحاديث النبوية كان عملها أخونا سعيد زغلول، نعم، وكانت سعيد طبعا تربطه علاقة قوية جدا بالشيخ حامد، يعني كانت علاقته بالشيخ حامد يعني علاقة الأب مع ابنه، وسعيد يعني خفيف الظل يعني ضحوك ويعني تأنس به مباشرة، يعني أول ما تتعرف عليه تشعر أن بينك وبينه ود. فكان بيكتب آنذاك الموسوعة يعطي لبعض الشباب والأولاد الثانوي والكلام ده كتابا يفهرسه، وده كتاب يفهرسه الكلام ده، وهو كان مشتغل بالفهرسة برضه. وأعتقد يعني إن لم تخني الذاكرة الشيخ حامد كان برضه فهرس بعض الكتب، وبدأ جمع البطاقات كلها وجمعها في صعيد واحد وبدأ نكتب. فأنا كتبت المجلد الأولاني ومن الموسوعة فقط، إنما البقية اشترك فيه كتابات أكثر من واحد، كنت أنا بكتب بخط نسخ رائق وجميل يعني في اللي كتبت مجلد واحد يعني. وبناء على هذا الجهد وكانت الموسوعة دي طفرة في زمانها، يعني كانت نادرة النوادر في زمانها. ليه؟ لأنه قرابة 150 كتابا على ما أذكر هي فهرست في مكان التي واحد. فهرست في هذا حديث واحد، تلاقي كل المصادر التي ورد في هذا الحديث في صعيد واحد كلها. فيمكن ده المجلد اللي صور هو عدة نسخ منها، هذا المجلد الثاني. الثاني وأنا خدت كتبت الـ الـ لا المجلد الأولاني ده كتبت الأول. يعني ده الثاني كنسخة موجودة، أنا يعني خدت نسخة اشتريت، يعني اخذت النسخة كأنها نظير العمل الذي قمت به. طبعا هم تساهلوا معي في الثمن، هي اظن كانت ب 75 جنيه يعني في ذلك الوقت. نعم. وكانت سبع مجلدات ضخام. بالنسبة لي كانت منها. كانت الغنيمة الباردة الحقيقة، يعني راحتني كثيرا في الوصول الى مواضع الحديث في كتب السنة. هذا خط يد المفهرس. هذا خط يد المفهرس طبعا كتبها اكثر من انسان. لكنها نفيسة، انا لا زلت احتفظ بهذه السبع المجلدات حتى الان. هي طبعا طبعت بعد كده في عده مجلدات تقريبا، لكن انت الفتره ما بين خطها وطباعتها استفدت من النسخه التي بين يديك. جدا الحقيقه. نعم. يجب ان اعترف ان هذه الموسوعه افادتني كثيرا ودلتني على مواضع الحديث في 150 كتاب. صح كثير من الكتب اللي فيها لم تكن عندي، لكن القدر الذي كان عندي كان كله في الايه، كان كله في هذه الموسوعه. جميل جدا. واظن سعيد أبو هاجر عمل لها ذيل، يعني عمل لها ذيلا أيضا، لكن ذيل لهذه الموسوعة أظن في أربع مجلدات على ما أذكر، لكنها مفيدة على أي حال وله يد بيضاء على الباحثين بهذه الموسوعة. إذن والشيخ، إذن هذا العمل، عمل الموسوعات، يعتبر من الأعمال التي تخدم طالب العلم بما لا شك فيه. قطعا بدون الموسوعة طالب العلم أعمى، لا يعرف شيئا في الكتاب، لأن زمان الحفظ ولى وانتهى. نعم. فأنا النهاردة إذا أردت أن أحقق حديثا من الأحاديث لابد أن أصنع أطرافا للكتب التي عندي حتى أستطيع أن أستفيد بهذا. وأنا عندي يعني موسوعات كثير أنا اللي عاملها لنفسي. نعم. إحنا مرينا على من ضمن الأشياء اللي مرينا عليها الفهارس اللي هي 110 مجلد، مثلا 110 مجلد اجزاء حديثيه. نعم. فلها في بدايتها مفهرس، عملت لها فهرس برضو كلها لاستفيد منها، لان الاجزاء الحديثيه بتشتمل على اسانيد ليست في الكتب الكبار. نعم. يعني لا سيما ايام زي جوز حسن بن عرفه مثلا، او بيبه بنت عبد الصمد الهرثميه، وما جرى هذه الايه، هذا المجرى حديث هشام بن عمار مثلا، مسند ابي هريره، مسند عبد الله بن ابي اوفى بن صاعد، وهذه الأجزاء دي بتحتوي على نفائس. نعم. فطبعا يعني أنا كيف يمكن لي، أنا عندي مثلا 110 مجلد، المجلد بيحتوي على الأقل خمسة أجزاء حديثية. نعم. تمام. ده غير الأجزاء الحديثية المجلدة الوحدة التي رأيتها أنت. أينا. في المكتبة، يعني أنا عندي تقريبا ما يقارب 800 جزء حديثي. ف 800 جزء حديثي، إذا أردت أن تبحث عن حديث معين، هل يعقل أنك تمر على 800 جزء وتنظر في آخره في الفهرس في الآخر عشان تشوف الحديث موجود ولا لا؟ يضيع العمر في تحقيق بضعة أحاديث. فكان لابد من تقريب هذه الأجزاء كلها وعمل موسوعة لها، بحيث أن إذا مر بي حديث ألاقي كل مواضع الحديث في صعيد واحد وفي سياق واحد تحت الإيه، تحت الحديث، أستطيع الوصول. والشيخ أوجل ما ينفعش في القصة دي؟ ما بعرفش أتعامل معاه بصراحة. يعني ما أعرفش، أنا حاولت الحقيقة
إني أتعامل مع المركبة الشاملة، وما حل ما أعرفش ليه، لماذا قلبي هو مغلق تماما عن الكمبيوتر والكلام، مع أن أنا لا أجحد فائدته، وإن كنت أذمه ذما شديدا لأنه ضيع الحفظ وضيع العلوم. نعم. النهارده رسائل الدكتوراه والماجستير والكلام ده بيدخل يقص ويلزع، ما عادش بقى النصب والتعب في قراءة الكتاب كله، حتى ولو لم تحتج من الكتاب إلا ورقات. احنا كنا بندرس الكتاب من أوله إلى آخره حتى بدون ما أحتاج إلى بقية الكتاب. النهاردة أنت بتدخل على المادة اللي أنت عايزها فقط، تاخدها وتنساها. نعم. فأنا شايف يعني وأنا سجلت هذا الكلام مرارا ومن قديم، من 15 سنة قلت هذا الكلام، وذكرت فيها حديث أو كلام محمد بن سيرين الذي رواه الخطيب البغدادي في كتاب تقييد العلم. نعم. قال: وددت أن الأيدي قطعت في الكتابة. قيل له: لما؟ قال: لأنها ضيعت الحفظ. خلاص ما عادش حد بيحفظ الحين، قطعت على الكيبورد. طبعا. وأنا كمان الحقيقة هذه الكلمة يعني حلت لي إشكالا كبيرا في دروس مصطلح الحديث في سنة 88. كنت أشرح المصطلح وبعدين أجي أسأل الطلبة، ما ليش حد فاهم حاجة، أعيد وأسأل برضو اللي جاوب عدد قليل يعني، وبعدين أنا يعني ويسر الشرح وأسهله كده، فمش فاهم ليه هم مش فاهمين. حتى قرأت هذه الكلمة خدت بالي أن كل واحد جايب تسجيل، فبيسجل نايم وأنا بتكلم على أساس أنه يروح في البيت ويسمع. يسمع التسجيل، فبروح في البيت ما بيسمعش التسجيل، بخلاف لو كتبها بإيده، بخلاف لو كتبها أو عارف أن لو فاتته لن يحصلها، فمنعت التسجيل. أول ما قلت لا يجوز لأحد أن يسجل محاضرة إطلاقا ومنعت التسجيل، بدأوا يجاوبوا، بدأ الناس تفهم، يعتمد على حفظه، يعتمد على حفظه أو يعتمد على الكتابة، على تركيزه. يعني نبهتني كلمة محمد بن سيرين إلى هذا. فهو عندما يقول يعني وددت أن الأيد قطعت في الكتابة، النهاردة زي ما قلت لك بندخل على المادة اللي أنا عايزها فقط، عايز أحضر درس أو أقول باخد المعلومة أستحضرها في ذهني أو له وأنساها، لكن قراءة الكتاب من أوله إلى آخره. وزيك أنا خايف جدا على صناعة الكتاب. نعم. يعني شوف الأشرطة، وبالذات العلم الشرعي. طبعا أقصد العلم الشرعي، العلم الشرعي الذي به تقوم الدنيا. نعم. وبه يحظى المرء بدرجته في الآخرة. لكن أنا عايز أقول يعني النهاردة الشرايط شوف كيف كان لها سوق رائجة، لما جات بقى الاسطوانات والكلام ده، فين أين الأشرطة؟ ولا موجودة. أنا يعني في أخ لي في اليابان قلت له أنا عايز تجيب لي شرايط كاسيت ساعتين، هو يحلف لي بالله العظيم أنه داخ في اليابان علشان يجيب لي 10 أشرطة الشريط ساعتين. طب ازاي الكلام ده؟ قال لي لم يعد الشريطة موجودة، حتى تليفون انسر ماشين اللي كان بشرايط قلت له عايز واحد كده من بتاع زمان الابيض ده الشريط، قال لي لا يوجد لا شريط صغير ولا كبير. اللي كنت انت بتسجل عليه المكالمة بالضبط كده وما بترد على الناس. وما بردش على حد، قد افعل ان شاء الله. فانا عايز اقول يعني شوف كيف هذا ازاح هذا. فمسألة الجوجل كل أمور تأتي بعد، هو حتى الأسطوانة هذه انتهت بوجود اليوتيوب. بالضبط كده، بالضبط. صار يسمع المحاضرة ما عادش حد. فأنا عايز أقول يعني حتة ليتني أفعل، لأن لا شك أنه يسهل علي كثيرا. على الأقل في المخطوطات، يعني أنا عندي الآن المدرسة العمرية، مخطوطات المدرسة العمرية اللي كانت ملك الضياء المقدسي والكلام ده، 150 مجلد، 153 مجلدا، ضايع منها مجلدين او ثلاثه مش موجودين اساسا. دي معظمها اجزاء حديثيه نفيسه ومليان اسانيد كلها. انا قلت يعني هذه المدرسه لو عندي في اول عمري كانت فرقت معايا جدا، سنوات طويله كان عندي جلد وعندي صبر على الفهرسه وكده. لكن بكل اسف جاءتني وشمس العمر تميل إلى الغروب، أمد الله عمرك، ولم يعد الجلد القديم عندي كما كنت قديما. لا. لكن ليس منه بد كما يقال. لا. بدأت أن أنا أصور هذه المخطوطات، وبدأت أن أنا أفهرس بعض الأجزاء الحديثية، ليس كلها، مما لم يطبع، بحيث أن أستطيع أن أعمل موسوعة أخرى وأستفيد منها في تحقيق. نحن نحتاج نكمل هذه النقطة المتعلقة برأيك، وكيف يمكن أن توجه حتى لا تفهم الأمور بشكل فيه إجمال فيما يتعلق بالعمل على مسألة الحواسيب وغيره. ولكن نريد أن ننتقل أيضا إلى مسألة ما تفضلت به، إن هذا الوقت كان فيه خط لهذه الفهارس، ويأتي عندنا الكلام عن المؤلف والمنشور.
ما هو أول ما ألف وما هو أول ما نشر؟ هل هو أول ما ألف، أول ما ألفته هو اللي أول ما نشر أم لا؟ نحتاج إلى إجابة على هذا السؤال، ولكن استأذنك أن نجعلها بداية حلقتنا القادمة بإذن الله عز شاء وجل. الله جزية الجنة شيخنا الحبيب. بارك الله فيك. أحبتنا في الله، وبهذا نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة الليلة من هذا البرنامج الماتع مع شيخنا الحبيب، على أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل، فانتظرونا، دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير العلوم وفيضها قد حل في هذا المكان، عين الحياة تدفقت علما ونورا للزمان، بذل السنين بدا هنا ليعيد أمجادا حساب، كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان.